في المجلس كانت عندنا دورة استثنائية لتدارس نقاط مهمة، أولها هي الميزانية، وكل النفقات اللي كانت تحت المقاطعات، ومن بعد واحد النقاش مستفيض ومهم وجاد اللي تمت المصادقة على الميزانية ديال الجامعة. وكانت عندنا واحد التمثيليات في بعض المؤسسات العمومية، وكانت عندنا تمثيليات في المجلس الإداري ديال جوج شركات، الشركة ديال سيتي باس، وبطبيعة الحال تيكون فيها الرئيس وربعة ديال الأعضاء وقد تم تعيينهم، وكاين عندنا الشركة ديال فلاس باركينغ اللي تاهي تم تعيين ممثل الجامعة في شخص رئيس في المجلس الإداري ديالها. هاد الأولى راكم عارفين بأنه الحالة ديال التنقل الحضاري ما بقى قبلها حتى شي واحد في فاس، وباسم ساكنة فاس بالتعاون مع أعضاء المكتب والمجلس ككل قمنا بما يلزمنا القانون. ومنين وقفنا على النقائص اللي كانت لصف التحملات اللي هي انه ناقصه واحد 194 حافله، وانه الحافلات ديال اللي كانوا في الوكاله شحال هذه خصهم 122 حافله خصها ما تبقاش الدور في فاس منذ 1918 وما زالت الدور، دونك هذا الشيء ما يمكنش. اذا حنا قمنا باش علمنا هذيك الشركه ديال سيتي باس وقلنا لها مفوض قضائي بما بالماده اللي تتنص في صف التحملات تبعا المادة اللي تقول بانه لا شفتوا نقص في الاسطول تيمكن الجامعه تنوض تقوم بالواجب ديالها، وهذا الشيء ما تاخرتش فيه واخا هذا الشيء كان معروف عدد مده، هو هذا الشيء معروف بان كاين نقص كاين. فاذا حطينا الاخبار ديالنا بان تنقول لهم جيبوا لنا ما هو ناقص اللي هي واحد 194 طوبيس اللي كانت، والزياده بيان سور اللي كانت زادت من طرف واحد فقط تم فيها القرار باش انها طلعها وتم الغاؤها ديال 30 درهم اللي كانت، وحنا دابا تنتسناو المده ديال 30 يوم باش عاوتاني غادي نتبعوا هاد الموضوع. بالنسبه لسيتي البارك فاس باركينغ، عاوتاني هاد الشركه هذه هي شركه داخله في اس بي ال، يعني تنميه شركه التنميه المحليه اللي عندها القانون الاساسي ديالها وعندها تفرق التحملات ديالها، وهذا الشيء كله انا قلته في المجلس، وقلت بان تفرق التحملات ديال الشركه ينص على نقط مهمه اللي حنا غندافعوا عليها اكثر اذا كنا داخل هذا المجلس الاداري. اذا داخل المجلس الاداري حنا باسم الجامعه باسم المجلس غندافعوا على ما ينفع لا اليد العاملة يعني الحراس ولا على مستعملي السيارات، وغادي ندافعوا على انه غادي تكون الجودة في الخدمات والساكنة والوداديات والاحياء اللي عندها واحد الحراسة ديال الليل وكذا، هذاك الشيء كله لن يتغير ابدا، ما فيش تغيير بتاتا. اذا هاد الناس هادو اللي عندهم وداديات ديالهم وعندهم الاحياء ديالهم وعندهم الحراس ديالهم، لان الشركة ديالنا اللي هي في مجلس المدينة وهاد الشركاء اللي معنا ما تنهضروش على 8 الليل 8 الصباح، 8 الليل 8 الصباح هو اللي عنده شي نظام عليه غادي يبقى عليه. بالنسبه للوداديات بالنسبه للجوانب يعني الازقه وكذا، هادشي دابا كله ما كاينش في هاد الساعه. اذا القضيه باش انه الناس غادي يكون عندهم الجيماي ديالهم غادي يبقاو متبعينهم في الطاليان ولا ما عرفتش، كله ما كاينش، لان الناس يمكن تأدي مباشره للحارس. هاد الحراس غادي يكون عندهم البطائق ديالهم، غادي يكون عندهم يعني القانون التشغيل ديالهم والتغطيه ديالهم، وغادي يكونوا مستخدمين. اذا كل ما ينفع هذا القطاع حنا غندافعوا عليه من داخل المجلس الاداري. اذا حنا ما تنقولوش غدا غادي تصبح غنصبحوا خدامين، حنا غناخذوا الوقت ديالنا الكافي، تا ناخذوا الامكانيات ديالنا ونقادوا الامور ديالنا في صف التحملات، وحنايا من داخل المجلس الاداري غادي نقوموا باللازم، من داخل المجلس الاداري غادي نقوموا باللازم. وشكرا.